فان كلوب هي واحد الفقره ممكن نقولوا درناها من اجل تكريم سكان الانترنت، لانه كان صادفوا بزاف ديال لي كومونتير ممكن نقولوا فريده من نوعها، فيها واحد الاجتهاد، فيها فكاهه، وكتستحق اننا نسلطوا عليها الضوء وعلاش لا يوميا من بين فقرات برنامجكم باتشورك. هادشي علاش اليوم اهتمينا او زومينا شويه على لي كومونتير اللي لقيناهم تحت فيديو كليب الفنانه سلمى رشيد وكذلك الرابور الفنان دون بيغ. غادي نقرا عليكم البعض منها، غادي نشاهدوا اول كومونتير معنا في هاد الفقره. اول كومونتير كيقول كما كتشاهدوا في الصوره اغنيه جميله جدا، سلمى رشيد من بين احسن المطربين العرب، علاش تفسد صوتها بالاوتو تيوم؟ صراحه كومونتير زوين وفيه غيره على الفنانه سلمى رشيد، ولكن كنا كنعرفوا لوتو تيون، ولكن لوتو تيوم صراحه مازال. غادي نشاهدوا الصوره المواليه او الكومونتير الثاني، فقره فان كلوب خلت فاطمه ونشرات فاطمه كومونتير تحت هذا الفيديو كليب كتقول فيه ببساطه دقيقه 3 ثانيه 15 شوفوا خد سلمى رشيد، نقولوا متشرفين. وصراحه في هاد لي كومونتير الواحد خصو يديرها غير مزيانه. شاهدوا اخر كومونتير، الكومونتير الثالث كنشاهدوه وغادي نقراه، صراحه غادي نقراه بدون تعليق. سلمى جميله كعادتها، دون بيغ اداء خرافي، الاغنيه اجرام فني من ليبيا الجاسمي، اللي فهم شي حاجه يخلي لنا حتى هو كومونتير.